للصفحة 37. أخذت مثال ثاني فيني طبقه على المدرج التكراري، هو إنه أنا عندي عينة مقسمة لفئات. أنا عندي 150 شخص، عندي 90 ذكور و60 إناث. رحت ساويت كم واحد عم يصير مع حوادث سير بالفئة العمرية اللي ما دون العشرة، الفئة العمرية من العشرة للعشرين. قسمتهم لفئات بياناتي من الصفر للعشرة، من العشرة للعشرين، من العشرين لثلاثين، 30-40-40-50 هيك لثمانين، 70 وما يزيد. طيب عندي وفق هذا التوزيع كمان ما كان بس فئة، كان كمان حسب ذكور وإناث. كان تكرار عدد الذكور يلي أقل من 10 صارت معهم حوادث سير هن ثلاثة، بين 10 والعشرين اللي صارت معهم حوادث سير هن 19. تمام؟ أنا بيكون عندي بيانات وفقاً مليت الجدول التكراري مثل ما تعلمنا مبارح. تمام؟ الفئة الدنيا حتكون أصغر أو تساوي أكبر أو تساوي الفئة العليا أصغر تماماً، مو هيك حكينا مبارح؟ تمام طلاب. طيب التكرار النسبي المئوي هاد اللي أخذ العمود الثاني، يعني مقسم 3/90 ضرب 100 طلع معه 3.3، 19/90 ضرب 100 بيطلع 21.1. تمام؟ أوجد العمود المئوي. لا ما ضرب 100 هون، ضرب 100. تمام؟ أنا لأتأكد إني أنا ما نقصت ولا حدا من الذكور بجمع تكرارات الذكور بلاقيهم 90، وبجمع النسبة المئوية لتطلع معي 100% أو 1. تمام هون 100% طيب، وبالنسبة للإناث نفس الشيء، رحت أوجد التكرار الإناث اللي عم تصير معهم حوادث سير بالفعل العمرية اللي ما دون العشرة، وكملت الجدول التكراري. في عليه أي سؤال؟ لا. هلا بعد أنا بدي أرسم طيب بعد ما انا ساويتهم بدي ساوي المدرج التكراري. كيف بدي ساوي؟ حساوي اول شيء للذكور وبعدها للاناث. بالنسبه للذكور حساوي خطين متعامدين، عندي الترقيم كان لمحور الاو اكس كان ناقص 2 0 2 4 6. هذا مقياس رسم، فيكم تغيروا الترقيم. تمام؟ مقياس رسم غيروا الترقيم، بده يبلش من الصفر لازم. تمام طلاب؟ طيب اول فئه هون عندي اياها هي الفئه اللي تكرارها 3. نفس الفكره، حيكون عرض العواميد متساوي، ارتفاع هي تكراراته. اول فئه تكرارها 3 بساوي مسقط على الرقم 3 وبساوي، ثاني فئه كان تكرارها 19، ثالث فئه تكرارها 23. حكمل هيك وبرسم المدرج التكراري. تمام؟ وبالنسبة للإناث حأرجع أساوي خطين متعامدين وأرجع أساوي تكرار أول فئة. هون ترتيب الفئات أنا مجبرة بالترتيب نفسه، ليش؟ لأنه أنا عندي ما دون العشرة، ما دون العشرين، ما دون 3، يعني ما فيني خربط بين ترتيبهم، مشان هيك أول فئة أكيد هي ما دون العشرة. بالنسبة للإناث نفس الفكرة، تكرار أول فئة كان 2، تكرار ثاني فئة كان 10. مفهوم؟ غلط، انت غير الترقيم مثل ما بدك، انا بيهمني البعد. تمام؟ البعد. لتحت، اي اساس بدكم اياه؟ انت قديه بدك عرض العمود؟ خذه، ما في اساس لعرض العمود. يعني هلا هون لو بدي اخذ انا مثلا على طول الفئه، طول الفئه 10، كنت اخذته 10 سم، فيني ارسمها 10 سنتي، فيني صغره، بس يكون عرض العواميد كلها متساوي. تمام؟ هو مقياس رسم مو اكثر. فيكم تاخذوا عرض العمود اللي بيناسب الرسمه عندكم. كميه غلط غلط، اول فئه هي الفئه الاولى.
تمام من الصفر للعشرة من العشرة للعشرين تمام نبهت عليها مدرج الاو اكس غلط ترقيمه صلحوا ترقيمه اول فئة بتمثل لي هي الفئة اللي ما دون العشرة تمام طلاب هلا انت عم تشتغلي على مقياس رسم مفترض نفسه لازم نفسه لانه انت هلا وقت بدك تعطيها لباحث بده يقارن بيناته بده يشوفه نفسه تمام طلاب بدون صوت اللي عنده سؤال بيسالني طيب اقلبوا على الصفحه الثانيه هلا انا وقت رسمتهم كل واحد على جدول على مدرج ما قدرت قارن بيناتهم لحتى قارن بين الذكور والاناث بجمعهم على مدرج واحد تمام ساوي اول فئه هي عرض هي الفئه اللي ما دون العشره الفئه اللي ما دون العشره حاسمها بالنص اول ارتفاع حيكون للذكور اللي هو ثلاثه ثاني ارتفاع حيكون للاناث اللي هو اثنين حلون عواميد الذكور باللون الرمادي حسب هون عواميد الاناث باللون الاحمر هلا انا هذا البيان لو رحت اعطيته لواحد ما له بالارقام وما له بالشيء قلت له الفئه اللي ما دون العشره مين اكثر وفياته؟ ذكور ذكور الفئه اللي ما دون العشرين؟ ذكور ذكور الفئه اللي ما دون الثلاثين؟ ذكور الفئه اللي بالاربعين؟ ذكور والاناث متساويين 30 تمام؟ 30 وكمل هي المقارنه بين العينتين عينة الذكور مع عينة الإناث في أي سؤال؟ في شيء صعب لهم؟ طيب المضلع التكراري والمضلع التكراري النسبي هلا المضلع التكراري أنا شرحته إني أنا بوصل بين منتصف الأضلاع على الارتفاع نفسه اللي هو التكرار نفسه بوصل بيناته وباخذ فئة وهمية قبل البيان وفئة وهمية بعد البيان مشان يبلش من الصفر وينتهي بالصفر تمام؟ ايه هلا لو ماشي عم قياس الرسم 0.8 كنتي اخذتي تحت 13.5 ب 0.4 بلشتي منه وانتهيتي عند 0.3 زائد 0.4 في اول 100 عم نبلش من ال 13 عم ترسمي اول شيء ملزوق بالمحور او اي بيطلع وبيرجع بينزل لانه ما عندي بيان اسمه 13 كان ببياناتي اول بيان كان 13.3 طيب المضلع التكراري النسبي المضلع التكراري النسبي هلا انا اذا قلت لكم شو الفرق بين التكرار والتكرار النسبي هو نفسه منسوب لرقم كل التكرارات منسوبه لرقم طب انا لو مثلا اعطيتكم ارقام او مضلع التكرار العادي رحت قلت لكم صغروا لي اياه بنسبه 50 حتنسبوا لي كل التكرارات لل 50 هون نفس الفكره التكرار النسبي مثل انا المضلع نفسه رح تساويت له مقياس تصغير تمام المضلع نفسه حيطلع نفس الشكل بس حيطلع اصغر منه لاني انا حاخذ مقياس تصغير اللي هو التقسيم على حجم العينه تمام مضلع التكرار النسبي نفس المضلع التكرار له نفس الشكل الاثنين بس انا هون فرقهم حقسم على حجم العينه هذا ما بيتاخذ لانه هذا بيانين فوق بعضه ما فيك ترسم كيف ذكور مع اناث انت وقتك ترسم ترسم بيان واحد لحاله ماشي تمام مضلعين ترسم تبع الاناث وتبع الذكور طيب هلا بالنسبه لمضلع الذكور والاناث ها لو بدي ارسم لك مضلع كيف حيطلع شكله؟ حيطلع هيك شكله هذا اسمه التوزيع الطبيعي يعني بيانات يمكن قياسها على التوزيع الطبيعي ترقيم غلط اختار ترقيم ثاني تمام بلش من الصفر ترقيم غلط اخذ في اوهمية قبل مثلا مقياس رسمك كان واحد
خذ قد الفئة بنص. بلش من النص طلع ونزل بعد الفئة الأخيرة بنص. تمام؟ لأنه دي بلش من الصفر وينتهي من الصفر. فاصلة 4 لأنه كان طول الفئة 0.8. رحت أنا قلت لك خذ قبله 0.4 وبعده 0.4. الصفر هي تكرار الفئة صفر، يعني أنا ما عندي بيان بهي الأرقام، مشان هيك أنا حأخذها بترقيم الـ OX بس تكرارها على المحور الـ OY صفر. تمام؟ تكرارها صفر، في عندي بيان 13 كان بعينتي؟ لا، تكرارها صفر، أنا بلشت من الصفر، بلشت من هني يطلع عند 13.3. تمام؟ منحني واحد لا بترسمهم فوق بعضهم بتقارن بيناتهم. منحني واحد ما بيمشي الحال، يعني بدك ترسمه هيك. ما عاد اعطاني ولا مدلول، لا له اي توزيع. هذا ما بنرسم له منحني. هلا وين بنرسم المنحني على هاد؟ برسم منحني الذكور ومنحني الاناث لاعرف شو التوزيع اللي بينطبق عليهم. تمام؟ برسم منحني للذكور ومنحني للاناث. بلاقي له التوزيع الطبيعي المائل نحو اليمين. هذا ما بينرسم له، هداك بينرسم له. طيب هلا المضلع التكراري الصاعد والمنحني التكراري الصاعد. مين بيشرح لي شو يعني الجدول التكراري الصاعد اللي امبارح اخذناه؟ هي اصغر تماما من القيمه العليا للفئه اللي عم بدرسها. تمام؟ يعني بالنسبه لتمريني كان اول شيء تكرار الفئه تبع من 13.3 لل 14.4 قد ايه؟ 5. انا بحط هون نقطه عند تكرار 5 بعد الفئه اللي اقل تمام من 15.1 كان تكرارها 9 اللي هي 5 زائد 4 التكرار الصاعد له، هحط نقطة عند التكرار 9. تمام؟ وحكمل هيك مثل كأني عم برسم مدرج تكراري للفئات نفسها وبوصل بين منتصف الأضلاع. مفهوم؟ طب هاد شو بيفيدني؟ قد ايه نسبة الزيادة بين فئة وفئة؟ هلا أنا بلاحظ إن الفئة من ال 14 لل 15 ما فيها كثير زيادة. بس من الفئة تقريبا 16 للفئة 17 أو قبل 17 شوي كانت الزيادة ملحوظة. تمام؟ مفهوم؟ تمام؟ في أي سؤال على هذا؟ نفس طريقة الرسم بس هون بدكم تعملوا جدول التكرار الصاعد وبناء عليه تساوي مضلع مدرج وبعدها مضلع. تاخذي ترسمي أنت مدرج. طب جربينا. تمام؟ المدرج حيكون عندك عرض للعمود، عرضه اقسميه بالنص بس عند التكرار نفسه. تمام؟ في أي سؤال لهلا؟ ما فيك تنزلي للصفر لأنه هو إجباري طالع صاعد. تمام؟ ببلش بنص صفر بس قيمه عم تتزايد ما رح ترجع تنقص. تراكمي. ها بده يرجع للصفر. دكتورة ممكن مخطط الساق والورقة. صفحة 40. هلا هون عم يجي في اسلوب ثاني لتنظيم البيانات. أنا أعطيني مبدأ طلاب بدون صوت. اعطيني مبدا قال لي حسب التمرين انه انا باخذ دائما الساق هي العدد الصحيح والورقه هي العدد العشري. انا هيك دائما حعممها، يعني اذا اجتني بالفحص بقول له الساق هي العدد الصحيح
والورقة هي العدد العشري. بس أنا بالأسئلة الغير محلولة رح حدد لي غير هيك، إذا حدد لي غير هيك بمشي على تحديده. مثل وقت قلت لكم قاعدة الستاج كانت لها أرقام محددة، بس إذا الباحث أعطاني رقم محدد بمشي على عدد الفئات المفروضة. هون نفس الشيء، أنا دائما الساق هي القسم الصحيح والورقة هي القسم العشري. هلا بالأسئلة الغير محلولة أعطاني الساق هي القسم العشرات والمئات والورقة هي قسم الآحاد، تمام؟ يعني إذا عندي رقم 125 أخذ 12 هي القسم الصاف والخمسة هي القسم الورقة، مفهوم؟ هلأ أنا بالنسبة لتمريني أعطيني أرقام وقال لي نظميهم بحسب جدول الصاف والورقة. أول شيء لنظمهم بجدول صاف وورقة برتبهم تصاعدياً. بعد ما رتبتهم تصاعديا بما انه حدد لي قسم عشري وقسم صحيح فقط قسم المئوي بتجاهله مثل كانه مو موجود، لا بساوي له لا تدوير يعني تقريب ولا بقطعه للقسم المئوي. هلا انا اول عدد كان عندي 2.85 راح احط 2 بقسم الصاف وبقسم الورقه بس 8، ما رح ساوي تدوير للخمسة رح تصير 9 يعني 2.9 حخليها 8. بعدها عندي 2.98 حساويها 2 بالصاق خليها و9 بالأوراق. بعدها بالنسبة لثلاثة عندي الأرقام هي مرتبة. طب أنا عندي هون 3.10 3.10 3.19 كيف بفرق بيناتهم؟ حسب ترتيبهم. بما اني انا مرتبتهم تصاعديًا ثلاثتهم حيكون واحد واحد واحد، اذا برجع للبيان بعرف انه في واحد منهم كان 19، بس انا بيهمني ترتيبهم تصاعديًا هون. هلا انا بعد ما سويت الجدول كامل شو الرقم الاكثر تكرارا؟ الاربعة. حسب ترتيبهم. اربعة. القسم الصحيح الاربعة. القسم الصحيح هو الأربعة. تمام؟ في أي سؤال لهون؟ طيب مخطط الصندوقي. هلأ هان أنا حأشرح كيف حنساوي مخطط الصندوق. مو مطالبين فيه. حأشرح كيف مخطط الصندوق مشان اللي ما اللي حابب يعرف كيف الرسم. بس مو مطالبين فيه، انتم مطالبين بالنظري بالنسبة له. يعني مخطط الصندوق أول شيء حيكون عندي استطالات له، حيبلش الاستطالات من أول البيان لآخر البيان. تمام؟ يعني أنا بالنسبة لبيان تبع الذكور والإناث كانت الأعمار بتبلش من الصفر وبتنتهي تقريباً بالـ80. هي الاستطالات تبعاتي حشوفهم حتبلش من الصفر لمحور الـ OY وحتنتهي بالـ80. تمام؟ هي أول فكرة. ثاني فكرة، أنا الصندوق بناءً على شو حأرسمه؟ كيف بعرف حدود الصندوق الثلاثة؟ أنا إذا بنتبه في عندي ثلاث حدود للصندوق. أول حد هو الربيع الأول. شو يعني الربيع الأول؟ هو اللي بيحوي تحته 25% من البيانات. يعني الربيع الأول اللي هو أول حد من الصندوق من تحت يحوي أسفله 25% من البيانات. شو يعني 25% من البيانات؟ تكراراتهم قصدي هون ولا أعمارهم اللي هي من 0 ل 80 ولا هي تكراراتهم اللي هن 90؟ تكرارات. يعني أنا عندي 90 تكرار بدي 25% من البيانات تحته. شو بروح بعمل؟ أول خطوة بروح بساوي جدول التكرار الصاعد للفئات. بعد ما أعمل جدول التكرار الصاعد حلاقي أول فئة تكرار قد ايه؟ خمسة. تاني فئة تراكمي صاعد للذكور. للذكور ساوي لي التراكم الصاعد تبع الذكور. ممكن تساوي لنا أول فئة حيكون تكرارها ثلاثة، ثاني فئة 22، ثالث فئة 45، الرابعة 58، بعدها 69، بعدها 79، 86، 90. تمام؟ تراكم الصاعد
معكم دقيقتين اكتبوا كلكم. اكتبوا التراكم الصاعد معكم دقيقتين يلا. التراكم الصاعد للذكور. الذكور اللي ثاني هلا سوينا له الجدول تبع حوادث السيف. ايه سوي لي التراكم الصاعد له. طيب طلاب سويتوا لي جدول تكراري التراكم الصاعد؟ طيب شو طلعت معكم القيم؟ 3 22 45 58 69 79 86 90 تمام؟ هلا انا اذا قلت لكم بدي 25% من هدول التكرارات شو بيكون العدد بيعطيني 90 ضل 25%؟ بيطلع 22 ونص. طيب 22 ونص قريب لأي تكرار؟ للفئة الثانية بلاقي تمام؟ يعني للعمر انو؟ 10 و20 من العشرة للعشرين تقريبا. هذا هو حيكون الربيع الأول. هذا هو الربيع الأول. Q1 تحته 25% من التكرارات. مفهوم؟ هذا هو الربيع الأول تحته 25% من التكرارات. طيب الربيع الثاني يلي هو الوسط نفسه يلي يحوي تحته 50% من البيانات أو التكرارات وفوقه 50% من التكرارات. إذا أخذت مرة ثانية 90 وضربتها ب 50% شو بيطلع الرقم؟ 45 أنا فيها؟ ثالثة تمام؟ بروح أنا باخذ إسقاط على الفئة الثالثة اللي هي بعمر 30 تقريبا وبرسم الربيع الثاني. تمام طلاب؟ الربيع الثاني اللي هو الوسط تحته 50% من البيانات وفوقه 50% من البيانات أو التكرارات. هلا الربيع الثالث هو اللي تحته 75% من التكرارات وفوقه 25% من التكرارات. إذا رجعت جبت 90 وضربتها ب 75 حيطلع معي تقريبا 69 تمام؟ 69 أي فئة؟ الخامسة يلي هي شو تكرارها يعني؟ أنا في عمرية؟ الأربعينات. شوفوا أنا ساويتها الخط الثالث عند الأعمار الأربعينات للخمسينات تمام؟ تمام؟ هاد مو طالب في كيف الرسم أنا شرحته حتى ما حدا يقول لي كيف بس انه شلون ال 25 يعني اي واحد الربيع الاستطالات؟ قلنا الاستطالات حتبلش من العمر 0 وتنتهي بالعمر 80 هذا اول واحد هذا الثاني وهذا الثالث هي بتبلش هي مو اول فئه من الصفر للعشرة بتبلش من عندها اي يعني تحت 25 هذول 25% تمام؟ في أي سؤال لهم؟ بدون صوت حأرجع عيدا أول وهذا الربيع الثالث تحته أول شيء لرسمه خطط الصوت لحدث الفئة من وين بتبلش وين بتنتهي؟ هي حتكون الاستطالة بعد بدي أحدد كيو واحد اللي هو الربيع الأول كيو اثنين الربيع الثاني كيو ثلاثة الربيع الثالث. الربيع الأول يحوي على أو تحته حيكون 25% من البيانات. بروح بساوي أنا التراكم الصاعد وباخذ التكرارات الكلية اللي هي 90 بضربها ب 25% بيطلع معي عدد تكرار محدد هو 22.5. شوفوا لأي فئة تقريبا بينتمي؟ هذا هو أول شيء حيكون الربيع الأول ينتمي إلى الفئة من العشرة للعشرين. هحط أول خط فيني احطه بمركز الفئة لأنه أنا ما فيني احطه تماما عند العشرة، حطه عند الخمسطعش. بعد ثاني حد هو الربيع الثاني اللي هو الوسط، حيكون 50% تحته من البيانات أو التكرارات، و 50% من التكرارات فوقه. حأضرب 90 ب 50%، حيطلع 45، 45 لأي فئة كان تكراره؟ ثالثة. كمان حاخذ منتصفه وارسم الحد الثاني. الحد الثالث كان الربيع الثالث اللي هو تحته حيكون 75% من البيانات وفوقه 25% من البيانات. حاخذ ال 90 اضربها بال 75% بيطلع معي الرقم اللي هو تقريبا 69.
69 لأي فئة تنتمي؟ تمام، بروح باخذ منتصف الفئة وبحدد الحد الثالث من الصندوق. هيك بكون رسمت مخطط الصندوق.